والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفتهم الإنسانية منذ الأزل، ودائما ما نجدهم جنودا واقفين في خط الدفاع الأول وقت الأزمات، يضحون بكل شيء وتصل تضحياتهم إلى أن يضحوا بالنفس. يرسم التعب والإرهاق ملامحهم ولا يكفوا عن بث الأمل داخل نفوس المرضى. واليوم تضرب بجهودهم أكبر الأمثال عندما يقع العالم تحت تهديد خطر جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أوقف الحياة في شرايين الدول، فنجدهم من قلب المستشفيات أبطالا خارقين في معاطف بيضاء اتخذوا قرار محاربة الوباء لاستمرار الحياة وإنقاذها. وشهد الطب خلال العقود الأخيرة تطورا كبيرا وملحوظا، ولم يكف الطب عن إبهارنا يوما بعد يوم بأن يأتي بكل ما هو جديد في كافة تخصصاته وبشتى فروعه، بحيث أصبح أهم ما يميز الطب الحديث هو الإيجابية والفعالية للمريض، التي جعلت الطب يتجاوز حدود مهمته الأصلية والمتعارفة بالماضي. فلم يعد في عصرنا هذا محصورا بالبغاية والعلاج من الأمراض، بل جاء أيضا ليشمل تحقيق رغبات الإنسان وأحلامه في كثير من المجالات الأخرى الغير العلاجية، ومثال على ذلك جراحات التجميل. ومحصلة هذا التطور الطبي وما لزمه من مخاطر زاد في الأعمال الطبية الخاطئة، ونتج عن ذلك أيضا زيادة كبيرة في عدد الدواعي المرفوعة أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عما ينشأ عنها من أضرار. واستكمالا لسلسلة الندوات الافتراضية، يسعدني بالإصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية القانون بجامعة قطر ورابطة محامو قطر أن نرحب بكم في هذه الأمسية الرمضانية، والتي ستكون بعنوان المريض والطواقم الطبية بين مطرقة المسؤولية المدنية والجنائية وسندان كورونا. وسوف تقسم هذه الندوة إلى محورين: المحور الأول حقوق ومسؤوليات المريض بمرض معد والمحافظة على الصحة العامة، المحور الثاني المسؤولية المدنية والجنائية في الطواقم الطبية في ظل انتشار الأوبئة. دعونا نبدأ الآن مع الورقة الأولى للأستاذة الدكتورة سونيا، وهي بعنوان حفظ الصحة العامة وحقوق المصاب في الأمراض المعدية. والدكتورة سونيا هي أستاذة القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، فلتتفضل لبدء ورقتها. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير، وتقبل الله صيامكم وطاعتكم. أتوجه بالشكر بداية للدكتور الشيخ ثاني بن ثاني والدكتورة منى المرزوقي على إشرافهما على تنظيم هذه الندوة. أيضا أرحب بالحضور الكريم. مداخلتي اليوم هي بعنوان حفظ الصحة العامة وحقوق المصاب في الأمراض المعدية. عاصرت البشرية أوبئة عديدة تمخذت عنها جملة من الإجراءات الحمائية لمكافحة خطر العدوى، وسرعة انتشار فيروس كوفيد 19 عاد إلى الذاكرة مثل هذه الأحداث التي مرت بالبشرية في زمن لم يكن الطب متطوراً بالقدر الذي نشهده في عصرنا الحالي، ولكن ذلك لم يكن حائلاً دون إيجاد حلول للتغلب على الأوبئة، ومنها الحجر الصحي، إلى جانب إجراءات أخرى علاجية ووقائية تمخذت عن تطور العلوم الطبية في اكتشاف الأمراض وكيفية انتقالها وأيضاً الوقاية منها. ولمكافحة الأمراض المعدية أصدر المشرع القطري المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والذي تم تعديله بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2020، كما تم أيضاً تصنيف فيروس كوفيد 19 من بين الأمراض المعدية، وتمت إضافته إلى جدول هذه الأمراض بموجب قرار وزير الصحة رقم 16 لسنة 2020.
عرفت المادة الأولى من المرسوم بالقانون المرض المعدي بكونه مرض قابل للانتقال إلى الآخرين من الإنسان أو بواسطة الحيوانات أو الحشرات أو الأطعمة أو الأمكنة أو غير ذلك من الأشياء والمواد القابلة للتلوث بجراثيم المرض المعدي. وتحتم سرعة انتقال المرض المعدي الاهتمام أيضاً بصحة المجتمع وليس فقط صحة الفرد. فالحق في الصحة حق جماعي وهو حق دستوري. لذا اهتم المشرع بتنظيم إدارة العدوى وآثارها التي تتجاوز المصابين لتمتد إلى أمن المجموعة البشرية. وتم التركيز على مسألتين هما الكشف والمراقبة، وهما آليتان رئيسيتان للتصدي للعدوى وتثيران تساؤلات عديدة حول علاقة الطبيب بالمريض وحول رضا المريض بالتدخل العلاجي أو الوقائي. ففي ظل هذه الأمراض تختفي القواعد المنظمة التي هي الطبيب، بل قد تكون هناك وقائية يفرضها أمن المجتمع وسلامته تستوجب الإفصاح الوجوبي عن المرض ومن الحريات الفردية واحترام الحياة الخاصة والحرمة الجسدية. فكيف وازن المشرع القطري في تصدي للمرض المعدي بين الحماية القانونية للفرد المصاب أو المشتبه به وحماية الأمن الصحي للمجتمع؟ لبيان الجوانب القانونية للمعادلة التي عمل المشرع على توفيرها، سنتعرض في مبحث أول إلى إلزامية الإفصاح الوجوبي في المرض المعدي لحفظ الصحة العامة، وفي مبحث ثاني إلى إجراءات مجابهة العدوى الموجهة نحو المصاب أو المشتبه به. حول إلزامية الإفصاح الوجوبي في المرض المعدي، نلاحظ أن المشرع حمل واجب الإفصاح على أشخاص عديدين يتعين ذكرهم لنبين لاحقاً كيفية القيام بالإفصاح الوجوبي. بالنسبة للأشخاص المحمول عليهم واجب الإفصاح، نلاحظ أن الإفصاح يتوجب من قبل الجهات الصحية من ناحية، ومن ناحية أخرى من أشخاص آخرين غير الجهات الصحية. فوفق المادة الثالثة من المرسوم بقانون 1990، يقوم واجب الإفصاح على الجهات الصحية، إذ تذكر المادة الثالثة، وعلى المركز الصحي أو المستشفى إبلاغ الجهة الصحية المختصة بذلك. والجهة المختصة هي إدارة الصحة الوقائية وفق المادة الأولى من المرسوم، والتي يطلق عليها أيضاً إدارة الحماية الصحية ومكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة العامة. كما أوجب المشرع على الطبيب الإبلاغ الوجوب وفق المادة الرابعة من المرسوم، وهذا الإفصاح يعتبر استثناء مهني الذي ينبغي أن يتقيد ورفع السر المهني تقتضيه ضرورات حفظ الصحة العامة. أيضاً أوجب المشرع الإفصاح من قبل أشخاص آخرين غير الجهات الصحية. فوفق المادة الثالثة من المرسوم المذكورة سابقاً، يقوم واجب عام إزاء الجميع بالإبلاغ عن الإصابة أو حتى شبهة الإصابة بالمرض المعدي. كما حملت المادة الرابعة صراحةً أشخاص آخرين ومذكورين الحصر بواجب الإبلاغ، وأساساً على المصاب وعلى رب أسرته أو من يأوي، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأتيته، وعلى مستقدم الوافد. وفي كل حالات الإبلاغ هذا، ربط المشرع هذا الواجب بالعلم الفعلي، إذ لا تقوم مسؤولية هؤلاء الأشخاص عند عدم التبليغ إلا بإثبات خطأ من جانبهم متمثل في العلم بالإصابة أو الاشتباه بها، حينها يتوجب التبليغ. ولكن فيما يتمثل هذا التبليغ؟ سنبين إذن طريقة الإفصاح ومحتوى الإفصاح. يلاحظ طريقة الفورية في التبليغ، إذ ذكرت المادة الثالثة
من المرسوم بقانون عبارات وجب الإبلاغ عنه فورا وبأسرع وسيلة ممكنة إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى. ويمكن القول أن هناك تطور في موقف المشرع فيما يخص مدة التبليغ. نصت المادة 15 من القانون رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان أنه إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض المعدية وجب عليه الإبلاغ بها خلال 24 ساعة على الأكثر. وحري بالذكر أن الفورية وردت على سبيل الاستثناء من المادة 15 التي ذكرت، وفي حالة الاشتباه بالإصابة بمرض بأحد أمراض الحجر الصحي التي تحددها الوزارة يجب على الطبيب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه تليفونياً فور اكتشاف الحالة. بموجب المرسوم الصادر سنة 1990 وحد المشرع الفورية، ولكن يبقى من الأهمية مكان تعديل المادة 15 من قانون 1983 لتتناسق رؤية المشرع في التصدي للأمراض المعدية. أما بالنسبة لمحتوى الإفصاح فيتمثل في تحديد المرض المعدي وفي كشف هوية المصاب أو المشتبه به وفق المادة الثالثة. فمن الضروري أن تكون الجهة الصحية على علم بنوع المرض المعدي وبهوية الشخص، الاسم واللقب والجنس والعمر. حري بالذكر مثل هذه البيانات هي من البيانات الشخصية التي يحميها المشرع بموجب قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية لسنة 2016. إفصاح بيان نوع المرض المعني بالعدوى، لذا لابد من مراجعة قائمة الأمراض المعدية على ضوء المعطيات العلمية والطبية من أجل مجابهة مخاطر العدوى. تكون إذن إجراءات مجابهة العدوى الموجهة تجاه المصاب أو المشتبه به. لحماية الفرد المصاب أو المشتبه بإصابته تتخذ الجهات الصحية جملة من الإجراءات تهتم به كفرد في حاجة إلى المتابعة العلاجية، كما تتخذ إجراءات احتياطية تجاهه. بالنسبة إلى المتابعة العلاجية، لا يؤتي إجراء المتابعة أثره الإيجابي إلا من خلال إعلام المصاب بحالة العدوى، وأيضاً من خلال تجاوز رضاء المريض في الخضوع للمتابعة العلاجية. في خصوص واجب الإعلام بحالة العدوى، يلاحظ أن المرسوم بقانون لسنة 1990 لم يتطرق لضرورة إعلام المصاب بحالة المرض المعدي، ويمكن أن نعتمد في هذا الإطار ما دأب عليه القضاء القطري من إلزام الطبيب بواجب تبصير المريض بحالته، والتي يمكن أن تسحب من باب أولى وأحرى على الأمراض المعدية لخطورتها. حري بالذكر أيضاً أن سياسة التدابير الوطنية المؤقتة لاحتواء عشر عن التضغط علم، ولكن يبقى أيضاً من الأهمية بمكان أن نص صراحة على واجب تبصير المريض، وهذا ما كرسته عديد التشريعات المقارنة. إلى جانب واجب الإعلام، هناك واجب آخر يتعين النظر فيه، وهو الحصول على رضاء المريض في التدخل العلاجي. يمثل رضاء المريض حجر إباحة التدخل الطبي على جسمه، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مصالح أخرى معنية بالحماية. حرية الشخص لا ينبغي أن تعرض صحة غيرهم للخطر جراء خياراتهم في عدم تلقي المعالجة. لذلك يكون من المشروع تقييد الحرية العلاجية وتجاوز رضاء المريض من أجل الحفاظ على صحة الغير، وهذا ما أوجبته المادة التاسعة من المرسوم بقانون لسنة 1990، وأيضاً ما أكدته السياسة التوجيهية للحجر الصحي لمواجهة كوفيد-19. نخلص مما قيل سابقاً، وجود تنازع بين حقوق أساسية، من جهة حق المريض في الرضا، ولكن من جهة أخرى
الحق في حفظ الصحة العامة، ما يفرض إجباراً من قبل السلطة الصحية لمشابهة العدوى، وهو أيضاً ما سعى إليه المشرع حينما نظم الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهة. ذكر المرسوم بقانون لسنة 1990 جملة من التدابير لحفظ الصحة العامة في المجتمع، وتسلط هذه التدابير على شخص المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض المعدي، منها إجراءات اختيارية وأخرى تتمثل في الإيواء الوجوبي للمصاب. بالنسبة للإجراءات الاختيارية التي تتخذها الجهات الصحية، تتنوع هذه الإجراءات من العزل إلى المراقبة أو الإبعاد. وفي هذا الإطار نصت المادة السادسة من المرسوم بقانون لسنة 1990 أنه يجوز للجهة الصحية المختصة عزل المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في المستشفى أو المكان الذي تحدده وللمدة التي تقدرها أو إخضاعه والمخالطين له للمراقبة الصحية. يجوز لها أيضاً بسبب طلب الخاضع للمراقبة الصحية أو بسبب امتناعهم عن تنفيذ الإجراءات الخاصة بها أن تقرر استبدال العزل بالمراقبة. ولأن كانت جملة هذه الإجراءات المتمثلة في العزل أو المراقبة أو الإبعاد تتناقض مع حق الشخص وحريته في التنقل المكفولة دستوريا وحماية الصحة العامة صحة المجتمع لها الأولوية، وهي أيضا بدورها تبرر وجوب للمصاب لمعالجته. لأن لم يتطرق المرسوم بقانون لسنة 1990 للمعالجة الإجبارية صراحة لبعض الأمراض المعدية، إلا أنه إجراء احتياطي هام تحتمه ضرورات منع خطر العدوى وحماية الصحة العامة، ويقتضي هذا الإجراء بجبر الشخص على تلقي العلاج لدى الجهة الصحية لتحقيق سلامته وسلامة صحة المجتمع. وطالما أنه يعود للجهة الصحية سلطة تقديرية في الإجراءات التي تتخذها إزاء المصاب بالمرض المعدي، فإنه يجوز لها أن تقرر الإيواء الوجوبي بجهة صحية ما. يلاحظ أن بعض التشريعات المقارنة اعتمدت هذا الإجراء صراحة موضحة الحالات التي ينبغي فيها اتخاذ قرار الإيواء الوجوبي، مثل حالة رفض تلقي العلاج. فعلى سبيل المثال يخص هذا الإجراء في القانون التونسي الهيضة والحمى الصفراء ومرض الإيدز والجذام والطاعون والحمى النمشية والجذري، وبالتالي ضبط مشرع قائمة حصرية في الأمراض التي يكون فيها الاستشفاء وجوبيا. إذن في خاتمة هذا العرض يتبين لنا سعي المشرع القطري لمجابهة مخاطر العدوى في الأمراض المعدية من خلال جملة من الإجراءات ليحفظ بها الصحة، ولكن أيضا تنعكس على صحة المصاب أو المشتبه بإصابته بمرض المعدي. ويبقى المرسوم بقانون لسنة 1990 على أهميته بحاجة إلى المراجعة من أجل أن يكون تدخل المشرع شاملاً لكل ما تطرحه الأمراض المعدية من مسائل قانونية. لذلك نوصي بالنص صراحة على إلزام الطبيب بواجب تبصير المصاب بالمرض المعدي وخطورته وأثره، أيضاً النص صراحة على مضمون الإفصاح الإلزامي وخاصة ذلك المحمول على الجهات الصحية، مع التأكيد على حماية البيانات الشخصية. أيضاً ضرورة تعديل المادة 15 من قانون 1983 والنص على الفورية في التبليغ لتتناسق رؤية المشرع في تصديه للأمراض المعدية. وأخيراً ضرورة تنظيم الاستشفاء الوجوبي في بعض الأمراض المعدية. والسلام عليكم وبركاته. نشكر الأستاذة الدكتورة سونيا على ورقتها. قبل ما نبدأ بس في الورقة الثانية مع الدكتور، أي حد عنده أي سؤال ياريت يطرحها في خانة الشات.
بعدين راح نطرح على السائل يذكر اسمه والسؤال موجه لمن من الدكاترة المتحدثين. الآن مع الورقة الثانية وعنوانها جريمة نشر الأوبئة وفقا للقانون القطري، وسيحدثنا في هذه الورقة الدكتور إياد هارون الدوري. الدكتور إياد هو أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون في جامعة قطر، هل يتفضل؟ شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعاتكم وجنبكم الله كل بلاء ووباء. كما يقال وبالشكر تدوم النعم، نتقدم بجوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى كل القائمين على هذه الفعاليات، وأتصدر بالذكر أخي سعادة الشيخ ثاني الثاني وإلى كلية القانون، وأخص بالذكر الدكتورة منى وإلى الحضور الكرام، وكذلك لا أنسى فريق الدعم الفني الذي يقف خلف هذه الفعالية. ستكون مداخلاتي أو محاور المداخلة عملية بشكل سريع جدا، سأحافظ على الوقت وأحاول اعذرون إذا كنت قد أسرع شوية في المحاور لأنه لضيق الوقت. الورقة أو المداخلة ستتكلم عن ما هي أهم الأوبئة التي مرت على البشرية والتي غيرت من وجه البشرية، وثانيا ما علاقة هذه الأوبئة بالجريمة، الأمر الآخر كيف عالج المشرع الجنائي القطري جريمة نشر الوباء إما بصورته العمدية أو بصورة الخطأ، وما هي التعديلات التي أدخلها المشرع القطري، وأنهي ورقتي بموضوع في غاية الأهمية، هو هناك تنازع يحصل ما بين أحكام جرائم القتل عندما يستخدم الفيروس في جرائم القتل وما بين أحكام جريمة نشر الوباء، وهي يعني مقاربة أو فض هذا الاشتباك يصبح من الأهمية بمكان. دعوني أطل إطلالة سريعة جدا على أهم الأوبئة التي مرت على البشرية، كثير الأوبئة لكن أهمها الطاعون الأنطوني، هذا أصاب الدولة الرومانية ويقال أنه أسقط الدولة الرومانية. ثم هناك طاعون جوستينيان، وجوستينيان إمبراطور بيزنطي أيضا أصاب هذه. أهم الأوبئة في القرن الرابع عشر هو أعاذكم الله هو الطاعون أو الموت الأسود، هو الطاعون الذي أصاب الصين وأوروبا وقتل نصف سكان الصين ونصف سكان أوروبا. المفارقة غريبة في هذا الوباء الذي حصل أو ما يسمى بالموت الأسود، يقول المؤرخون أن أول من استخدم الوباء كسلاح بيولوجي هو حفيد جنكيز خان في هذا الوقت عندما تفشى هذا الوباء في بين جنوده، وكان يحاصر مدينة على البحر المتوسط، فقام بإلقاء جثث الجنود إلى داخل هذه المدينة، وكانوا حقيقة يستغربون أهل المدينة المحاصرة، لا هي كرات ثلج ولا هي كانت أسهم نارية، فلماذا كان يلقي؟ وتبين بعد ذلك أنه بعد أن فات الأوان قد أصيبوا وتوزعوا في أوروبا وقتل نصف سكان أوروبا. هناك أيضا مفارقة غريبة في الأوبئة التي حصلت عبر التاريخ، وأسجل التاريخ اللي هو عادة يكاد يكون كل 100 سنة يحصل وباء، وأسجل في ذلك الجدري العالم الجديد، والعالم الجديد هاي كناية على الأمريكيتين الشمالية والجنوبية بعد اكتشافهما، هذه طبعا حدث في 1520. حدث وباء الكوليرا في 1817 اللي هي قريبة عن 1000 يعني بعد 100 سنة من وباء طاعون لندن، وكذلك حدث في القرن العشرين وباء اللي هو وباء الإنفلونزا الإسبانية. وهنا دعوني أصحح معلومة خاطئة جدا، هذا يسمى وباء الإنفلونزا الإسبانية وهو تسمية خاطئة لسبب بسيط، أن هذا الوباء أول من انتشر بين صفوف الجنود في الحرب العالمية الثانية، ولكن هذه الدول لم تكن تعلن عن الإصابات حتى لا تكسر معنويات الجيش، ولكن كانت الدولة الوحيدة التي تعلن عن الإصابات هي إسبانيا، وكانت إسبانيا في وقتها دولة محايدة، فخيل للناس أن بؤرة المرض هذه في إسبانيا. وحقيقة بالمناسبة أن هذا الفيروس الذي انتشر في إسبانيا في 1920 شبيه بكورونا مع تحذير. هناك فيروس أقل حدة انتشر في 2009 اللي هو إنفلونزا الخنازير، وأصاب تقريباً 20% من سكان المعمورة وعافانا الله منهم.
آخر وفاء هو آخر وباء هو وباء كورونا. كيف أثر وباء كورونا على الجريمة؟ المفارقة الغريبة أنه وباء كورونا أدى إلى انخفاض نسبة الجريمة بشكل كبير وهائل. بعض الدول سجلت انخفاض 80% في الجرائم التقليدية مثل جرائم القتل والسرقة والاغتصاب وغير ذلك من الجرائم. وهذا طبعا معروف مفهوم، لماذا؟ بسبب إجراءات الحجر وغلق المطارات وغير ذلك من الأمور. ولكن بالمقابل هناك بعض الجرائم ازدهرت، مثل ماذا؟ جرائم الكراهية على سبيل المثال. كل واحد كان عنده ملامح صينية أو غير ذلك آسيوية كان يتعرض إلى حملة وباء وجرائم الكراهية. أيضا جرائم العنف الأسري، جرائم العنف الأسري بسبب الحجر وبسبب الضغوط فازدهرت هذه الجرائم. جرائم تقليد وتزييف المستلزمات الطبية كالكمامات وغير ذلك من الأمور. أيضا انتشرت وازدهرت جرائم الإلكترونية على اعتبار أنه إحنا الآن نستخدم المنصات الإلكترونية في محاضراتنا كذلك في البيع في الشراء، فبالتالي ازدهرت الجرائم الإلكترونية. أيضا هناك طبعا سجل العالم هناك جرائم نشر وباء بصورة عمدية، وكان من ذلك الجريمة التي انتشرت في إحدى سجون كاليفورنيا عندما تبادر السجناء كمامة لأحد المصابين عمدا حتى ينصابون بالوباء حتى يطلق سراحهم. كذلك هناك كثير من الجرائم وقعتها السيدة التي دخلت إلى سوبر ماركت في إحدى الدول الأوروبية وبدأت تعطس على السكشنات، وكذلك كثير من الحالات في الصين الذي بدأوا يعطسون في وجوه المارة. وأخيرا وليس آخرا نحن ننتظر ماذا تسفر الاتهامات ما بين الولايات المتحدة والصين عن تفشي الوباء، لأنه وصلنا في الفترة الأخيرة إلى أنه بدأنا نتحدث عن اتهام عمدي، وهذا خطير جدا حقيقة. دعونا ننتظر التحقيقات ماذا ستسفر، وعند ذلك لكل حادث حديث. كيف واجه المشرع القطري الأوبئة أو انتشار الأوبئة؟ حقيقة أنا أقول أن هناك بعض النصوص القانونية تسمى بالنصوص الراكدة، ومن ضمن هذه النصوص نصوص نشر الأوبئة. جاء وباء كورونا فحرك هذه النصوص الراكدة، ودعا ذلك إلى تدخل تشريعي سريع جدا. شوف معظم دول العالم تدخلت بشكل عاجل وسريع لتعديل النصوص، لأن يعني كل النصوص قديمة، لم يصاب العالم بوباء مثل هذا الوباء منذ فترة طويلة، حتى في الأول الزرخانسي لم يكن بهذا الأمر. فيما يتعلق في قطر كان لدينا نصوص في قانون العقوبات القطري وتحديدا المادة 252 والمادة 253. أما المادة 252 فتتحدث عن جريمة نشر الوباء عمدا ورح نتكلم عنها، والمادة 253 تتحدث عن جريمة نشر الوباء عن طريق الخطأ. ماذا كان لدينا قبل فيروس كورونا؟ كان لدينا المرسوم الذي تفضلت الأخت الفاضلة الدكتورة سونيا وأشارت إليه، هو المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 90 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية. هذه حقيقة كانت قبل جائحة كورونا. ما الذي حدث عندما داهمتنا كورونا؟ كما قلت هناك تدخل تشريعي للمشرع القطري وكان موفقا وعاجلا ليغطي النواحي القانونية. أول أمر كان هناك قرار من سعادة وزير الصحة القطري باعتبار فيروس كورونا أضاف إلى القائمة الأوبئة أو الأمراض الانتقالية حتى يدخل ضمن القائمة الملحقة بالقانون. فهذا إجراء كان مهم جدا حتى نغطي من الناحية القانونية، لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. فبالتالي علينا أولا أن نعتبر الفيروس هل هو معدي، فحسم الأمر وأضيف إلى القائمة. ماذا حدث أيضا؟ حدث تعديل آخر للمرسوم، وحقيقة هذا التعديل كان بالقانون رقم 9 لسنة 2020. عدل المرسوم اللي كان موجود للقانون تحديدا فيما يتعلق بالعقوبات. نشوف المرسوم القديم كان عقوباته 3 أشهر وغرامة قليلة. جاء التعديل الجديد، تعديل المادة 21، وقال أن من يخالف أحكام قانون الوقاية من الأمراض الانتقالية أو المعدية تصل العقوبة فيه إلى 3 سنوات وغرامة إلى 200,000 ريال،
وهناك بعض المخالفات سأذكرها تباعا اللي هي تصل عقوبتها في التعديل إلى شهر وتصل عقوبتها إلى 10,000 ريال. دعوني أتكلم أولا فيما يتعلق بجريمة نشر الوباء بشكل عمدي. حقيقة لن أسترسل كثيرا في هذا الأمر، ولكن حقيقة دعوني ألقي على مسامعكم نص القانون القطري وهو قصير جدا، قال يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض معدن أو وباء، وتكون العقوبة، هنا نشدد، هنا ظرف تشديد، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص. ها، من خلال تحليلنا إلى هذا النص ماذا نسجل؟ نسجل، اعذروني على السرعة لأن الوقت يداهمني وهناك محاور جدا مهمة حقيقة أستاذ إبراهيم ينظر لي وأريد أن أكملها حقيقة. أولا أنها من الجنايات، هذه جناية عمدية من الجنايات. ثانيا وهذه نقطة مهمة جدا، أنها من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر، أي أنها من الجرائم التي لا يتطلب المشرع لقيامها نتيجة معينة، فالنتيجة مفترضة بحكم القانون، وبالتالي لا نحتاج إلى إثبات النتيجة أو العلاقة السببية، وكل ما نحتاجه لقيام الجريمة هو إثبات السلوك، وقال إثبات السلوك الذي من شأنه، انظروا، قال كل من يرتكب فعلا من شأنه، ما قال كل من نشر مرض، لو قال كل من نشر وباء أو مرض لكانت أصبحت من جرائم الضرر، ولكن المشرع كان دقيقا، وحتى بالمناسبة المشرع نظم هذه الجريمة تحت باب جرائم ذات الخطر العام، ذات الخطر العام. ماذا يترتب على قولنا أنها جريمة خطر وليست جريمة ضرر؟ نتائج خطيرة. أولا تقع الجريمة كاملة بمجرد قيام السلوك أو النشاط، حتى إذا لم يترتب على هذا السلوك انتشار الوباء، وهذه نتيجة خطيرة جدا. مجرد أنه أي شخص يكون قاصد نشر الوباء وقام بالفعل الذي من شأنه نشر هذا الوباء، حتى إذا لم يترتب على هذا الفعل على فعله نشر الوباء، تكون الجريمة قد تمت. ما هي النتيجة الأخرى والمهمة؟ لا يتصور الشروع في هذه الجرائم. هذه جرائم الخطر معروفة، جرائم ذات أهمية خاصة مثل جريمة الرشوة، جرائم أمن الدولة، الجرائم هذه جرائم خطر كبير جدا يمس المجتمع، وحقيقة المشرع ينتهج هذا النهج في جرائم الخطر لأن المصلحة التي يريد حمايتها من الأهمية، بحيث يقول كل إنسان، مو فقط أنه يعتدي على هذا المصلحة، لا، كل شخص يقترب من هذه المصلحة التي أراد المشرع حمايته يكون قد اعتدى على هذه المصلحة، وهذه تسمى جرائم خطر. فنقول أنه لا يتصور فيها الشروع إما أن تقع أو لا تقع. كذلك الأمر الثالث والمهم حقيقة، هناك تنازع ما بين، نعرف أنه الفيروس هو وسيلة أو أداة في ارتكاب الجريمة، ممكن الشخص يستخدمها في نشر الوباء، وممكن الشخص يرتكبها في جريمة عادية بقتل ضحيته. فهنا نحن أمام تنازع منظومتين من الأحكام، أحكام تنظم في الجرائم الواقع على الأشخاص، وهذه الحالة عندما يكون الشخص يستخدم الفيروس لقتل شخص معين، عند ذلك نطبق أحكام جريمة القتل، أو يريد مثلا شخص يؤذي شخص معين، مثلا يجمع شخص سليم مع شخص مصاب بوباء في غرفة معينة قاصدا إيذاءه، هنا لا نطبق أحكام جريمة نشر الوباء، وإنما نطبق جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، فإذا توفى نطبق أحكام جرائم الاعتداء المفضي إلى الموت. أما جرائم نشر الوباء فهي ذات القصد الخاص. ما هو القصد الخاص؟ هو نشر المرض، وبالتالي لا يصار إلى تطبيق هذه الجريمة إلا إذا كان الجاني قاصد نشر الوباء بشكل واضح وصريح. ما هي المسؤولية الجنائية المترتبة على الخطأ؟ طبعاً إحنا في العمد قلنا أنها إذا قام الشخص بأي فعل من شأن نشر الوباء يعاقب 15 سنة، وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص بعد أن كان قاصداً النشر هنا يحكم عليه بالإعدام.
هذه في الجريمة، جريمة العمدية. ماذا عن جريمة الصورة النشر الوباء عن طريق الخطأ؟ يعاقب بالحبس، المادة 253 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه. ونضع خط تحت خطأه، خطئه في نشر مرض معدن أو وباء، وتكون العقوبة مدة الآن أصبحنا أكثر من 3 سنوات راح نحاكمه ونعاقبه ب7 سنوات والغرامة تتضاعف إلى 20,000 ريال إذا نشأ عن الفعل موت شخص. طبعاً هنا الخطأ من يحدده؟ أي ما هو معيار الخطأ؟ حددت المادة 32، سواء كان هذا الخطأ ناشئ عن إهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة وعدم الاحتياط وغير ذلك من الأمور. ماذا لدينا آخر في المسؤولية الجنائية؟ لدينا قانون المرسوم بقانون رقم 17 في سنة 1990 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2020 وشدد العقاب على هذا. هذا القانون حقيقة في نوع من العقاب. العقوبة الأولى هي لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد عن 200,000 ريال وهذه لها طائفة، وهناك عقوبة أخرى في الخطأ شهر والغرامة 10. ما هي العقوبات التي إذا كانت خطأ يتجاوز 3 سنوات لا يتجاوز 3 سنوات أو غرامة 200؟ هو المادة 3 و4، هذه تتعلق بواجب الإبلاغ. على من يقع بواجب الإبلاغ؟ إذا ما بلغ الطبيب، المصاب نفسه، رب الأسرة، من يأوي المصاب، مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة، مستقدم الوافد أيضا عليه هذا. كذلك المادة 6، إذا خالف إجراءات العزل، وهذه نقطة في غاية الأهمية، مخالفة إجراءات العزل يعرض إلى هذه العقوبة. الفقرة الثانية من المادة 7 تتعلق بإبعاد الأشخاص المصابين عن أماكن اللي الصناعات الغذائية، والمهم أيضا عدم عودتهم إلى ممارسة أعمالهم إلا بإذن أو ترخيص من الجهات المختصة. كذلك نقل المصاب أو متعلقاته، لا يتم نقل المصاب أو متعلقاته إلا بإذن من السلطات المختصة. كذلك الفقرة الأخيرة من المادة 10، كل من يخالف القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء. وبالمناسبة اليوم دخل حيز النفاذ قرار لمجلس الوزراء الموقر بأن بضرورة ويواجب ارتداء الكمامة، وكل من يرتدي الكمامة الآن خارج المنزل أو كان حتى إذا معه في السيارة شخص آخر يعرض إلى عقوبة تصل إلى 3 سنوات والغرامة التي تصل إلى 200,000 ريال. ماذا تبقى؟ آخر نقطة لدينا وأختم، هو هناك مخالفات فرض عليها القانون العقوبة لمدة لا تتجاوز شهر والغرامة لا تتجاوز 10,000. ما هي هذه المخالفات؟ أولا المتعلقة بمخالفة واجب التطعيم الأطفال، ثانيا المادة 16 المتعلقة بتطعيم الحجاج، المادة 17 المتعلقة بحملات التطعيم، أي واحد يخالف حملات التطعيم التي تجريها الدولة فتفرض عليه هذه. طبعا بالختام لا أقول إلا ما قاله أحد السلف الصالح، اعمل بعلمي وغض الطرف عن زللي، ينفعك قولي ولن يضرك تقصيري. أرجو المعذرة من الإطالة وشكرا جزيلا لاستماعكم. أشكر الدكتور إياد على ورقته العلمية والتزامه بالوقت. ننتقل للورقة الأولى في المحور الثاني وعنوانها المسؤولية الجزائية للطبيب عن نشر أسرار مرضاه، التجربة العمانية. سيحدثنا عنها الدكتور حسين القافري، فليتفضل الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البداية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي الدكتور ثاني أرساني على دعوته الكريمة لي للمشاركة في هذه الندوة الافتراضية الثانية اللي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
وبالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة قطر ورابطة محامو قطر. طبعا مثل ما تفضل إبراهيم، مداخلة إن شاء الله راح تكون حول يعني المسؤولية الجزائية للطبيب. المسؤولية الجزائية للطبيب راح أركز تحديدا على موضوع الأسرار، الأسرار المرضى. راح نتكلم من خلال هذه الورقة أو من خلال هذه المداخلة في ثلاث محاور رئيسية. راح نتكلم عن المسؤولية في نطاق القانون الذي ينظم مهنة مزاولة الطب والمهن المساعدة، وأيضا المسؤولية الجزائية وفقا للنصوص الواردة في قانون الجزاء العماني، بالإضافة إلى بعض النصوص الواردة في قانون الأمراض المعدية. لو رجعنا إلى قانون مزاولة المهن الطبية أو مزاولة مهنة الطب، مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، هذا القانون بالنسبة لنا هو قانون جديد في السلطنة، صدر في عام 2019 بموجب المرسوم السلطاني رقم 75 على 2019، تضمن العديد من الواجبات. من أهمها وأهم هذه الواجبات اللي هي ما نصت عليه المادة 7. المادة 7 هذه أكدت أنه لا يجوز مزاولة مهنة الطب دون ترخيص من الوزارة المختصة، فمعناته أنه ما في ممكن أي شخص يجي ويمارس مهنة الطب أي كان نوعه إلا بعد ما يمر بإجراءات معينة ويتحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. هذا مخالفة هذا يترتب عليه مسؤولية جزائية، وهي اعتبرها المشرع جنحة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وتصل عقوبتها من شهر إلى سنة وبغرامة مالية من 500 ريال إلى 1000 ريال عماني. الواجب الثاني اللي هو المحافظة على أسرار المرضى، هذا واجب نصت عليه المادة 33 من قانون مزاولة تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة، وأيضا قيام الطبيب بإفشاء هذه الأسرار التي تتعلق بمرضاه يعرضه للمساءلة القانونية، والعقوبة هنا أيضا اعتبرها المشرع جنحة، والعقوبة تصل السجن من سنة وغرامة، قصد السن من شهر إلى سنة وغرامة من 500 ريال إلى 1000 ريال عماني. أيضا من الأشياء الحديثة أو من الأشياء اللي نص عليها المشرع العماني في القانون، القانون مزاولة المهن الطبية، أنه تضمن مادتين وصراحة يعتبروا من أهم المواد من وجهة نظري، اللي هي تتعلق بحماية النفس البشرية من التجارب. نأتي إلى المادة 22، منعت أو حظرت على الطبيب إجراء أي تجارب أو أي أبحاث تتعلق أو عمليات أو تطبيقات تتعلق بعملية الاستنساخ البشري أو استنساخ الكائن البشري ككل أو استنساخ الأعضاء البشرية، وما اشترطت موافقة أو شيء، منعته منعا كليا، واعتبرت هذه جناية من جنحة، يعني عقوبتها تصل إلى 5 سنوات بحد أقصى، والغرامة بحد أقصى من 3000 قصدي إلى 10000 ريال عماني. قيام أي دكتور بإجراء هذه التجارب اللي تتعلق بعملية الاستنساخ راح تصل السجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 3000 إلى 10000 ريال عماني. هذا مراعاة من المشرع العماني على النفس البشرية وأيضا صونا للكائن البشري. أيضا نجد مادة أخرى، المادة هي نص المادة 28 أو مادة 28 من قانون مزاولة المهن الطبية. هذه المادة نصت على عدم جواز إجراء أي أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على موافقته الكتابية. ولو نظرنا إلى الظروف اللي تمر بها المنطقة حاليا وسعي العلماء إلى موضوع إيجاد
علاج لهذا الوباء، وبالتالي على هذا العلاج على أساس أنهم لابد أنه يطبقوه أو أنه يجربوه على البشر على أساس أنه يثبت فعاليته أو عدم فعاليته. كان المشرح حريص أيضاً أنه هنا يمنع إجراء مثل هذه التجارب إلا بموافقة كتابية من المريض بنفسه، وأيضاً في ظل أو في ضوء الأحكام اللي تصدرها والقرارات اللي تصدرها وزارة الصحة كونها هي الجهة المعنية بقطاع الصحة عندنا في السلطنة. أيضاً من الأشياء اللي تضمنها المشرع عندنا اللي هي الأخطاء في مجال الطب. في النهاية الطبيب هو كائن بشري، والكائن البشري ما معصوم من الأخطاء، فبالتالي التساؤل اللي يطرح هل من الممكن مساءلة الطبيب عن أي خطأ طبي؟ الجواب أتت به المادة 42 من القانون بأنه نصت نص صريح على أنه الطبيب يسأل عن الأخطاء الطبية التي تقع منه وتسبب ضرر، إلا أن نجد أن المادة 43 نصت على مجموعة من الحالات، هذه الحالات تعتبر هي استثناء من القاعدة العامة. القاعدة العامة أنه يسأل، والاستثناء من هذه القاعدة العامة أنه في بعض الحالات إذا تحققت فإنه الطبيب لا يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسته لمهنة الطب. هذه بعض أو أهم الأشياء أو الأفعال التي أتى بها قانون تنظيم مزاولة المهن الطبية والمهن المساعدة. أيضاً المحور الثاني أو القانون الثاني اللي هو قانون مكافحة الأمراض المعدية. قانون مكافحة الأمراض المعدية، وهنا طبعاً أنا راح يعني أبدأ من النقطة اللي أثارها دكتورنا العزيز الدكتور ثاني في بداية اللقاء عن لو الطبيب كان مصاب بمرض معدي، وهل لو أبلغ أو أنه امتنع عن الإبلاغ يتعرض للمساءلة كون أنه هو في المقدمة، هو من يتعرض للكثير من هذه الأمراض لأنه هو خط المواجهة الأول. فبالتالي عملية نعم ينطبق عليه لو رجعنا إلى نص المادة 3 من عندنا من القانون، المادة 3 من القانون نصت على ضرورة أنه أي شخص يصاب، إذا أصيب أو اشتبه في إصابته أو أنه كان حامل يجب عليه الإبلاغ، والدكتور حاله كحال باقي الأفراد، وبالتالي هو أيضا يلتزم بنص المادة الثانية من قانون مكافحة الأمراض المعدية، وبالتالي هو يجب عليه لو كان أصيب أو شك أنه هو مصاب بأحد الأمراض المعدية، خاصة وأنه في الظروف التي تشهدها المنطقة هنا عندنا حاليا أن الأطباء جزاهم الله خير هم اللي في الخط الأمامي، خط الدفاع الأمامي، وبالتالي هم عرضة للإصابات للإصابة بهذا الوباء. نسأل الله أن يشفينا ويعافينا ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين، وبالتالي يجب عليهم كمسؤولية أيضا وكالتزام أنه يتم إبلاغ بهذا المرض. عمل عدم الإبلاغ هذا يعتبر جريمة نصت عليها المادة 3، وبالتالي هم ينبغي إذا كان أمك عن نفسهم يبلغوا أننا مصاب أو أنهم يبلغوا عن أي حالات تردهم ويكتشفوا أنه مصاب، يجب عليهم، هذا إلزامي، يجب عليهم أنهم يعني يسارعوا بالأبلاغ. النقطة المهمة جدا اللي أتى بها أيضا القانون ونص عليها، وهذا طبعا في التعديلات الأخيرة اللي حصلت مع بداية مثل ما ذكر دكتورنا العزيز إياد، أنه بعد حدوث أو بعد ما ظهر هذا الوباء كثير من الدول سارعت إلى إجراء تعديلات في التشريعات اللي هي كانت موجودة. إحنا قانون مكافحة الأمراض المعدية موجود معنا من سنة 97 يعني، ولكن اللي حصل إنه من 92 عذرا موجود، لكن في 2000 حدث عديد إضافات نصوص جديدة، من ضمن الأشياء اللي تم إضافتها اللي هي أنه جميع البيانات والمعلومات اللي تتعلق بالشخص
المصاب بأحد الأمراض المعدية تعتبر سرية بموجب القانون، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال الموافق المقررة قانونا وبموافقة خطية منهم، وهذا أيضا يقع كالتزام على عاتق الدكتور أو الطبيب المعالج أو الكادر الطبي اللي يقوم يتولون رعاية هذا الشخص أو ذاك، بحيث أن هذه الأسرار تظل بمنأى عن الإفصاح أو عن النشر. وبالتالي أي حد يقوم بنشر هذه المعلومات سواء عن الكادر الطبي أو أي شخص يتعرض للعقوبة، والعقوبة هنا تصل إلى عقوبة سالبة الحرية، السجن من 3 أشهر إلى سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 10,000 ريال. فنجد أن المشرع هنا أولى يعني الجزئية هذه أو الأمور التي تتعلق بالمرضى أو لها رعاية خاصة، وأوجد أيضا العديد من الالتزامات. المحور الأخير أو النقطة الأخيرة اللي أحب أسلط الضوء عليها اللي هي في المدونة العقابية أو في قانون الجزاء العماني عندنا. أيضا قانون الجزاء العماني عندنا يعتبر من القوانين الحديثة، القوانين اللي يعني صدر في 2018. ما راح أتكلم إلا أذكر بس ثلاث أفعال. الفعل الأول اللي هو القتل بدافع الشفقة، القتل بدافع الشفقة هذا يعتبر أيضا من تعتبر القتل بدافع الشفقة مثل ما نصت عليها المادة 305 من قانون الجزاء العماني، أنه يعاقب من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وتعتبر من 3 سنوات إلى 10 جناية، تعتبرها جناية اللي هي عملية القتل بدافع الشفقة. أيضا هذا الدكتور لو تحت إلحاح المريض وبطلب من المريض قام بإزهاق روح المريض بدافع الشفقة، هو ليس بمنأى عن المساءلة الجزائية، والمشرع هنا اعتبرها جناية وتصل عقوبتها إلى 10 سنوات كحد أقصى سجن. هذه الجريمة الأولى. الجريمة الثانية اللي هي جريمة الإجهاض، وجريمة الإجهاض أيضا منصوص عليها في قانون مزاولة المهنة الطبية أنه لا يجوز للطبيب إجراء هذه العملية سواء برضا المرأة أو بدون رضا المرأة، بل المشرع في المادة 316 اعتبر إجهاض المرأة برضاها عن طريق أحد مزاولي المهن الطبية هو ظرف مشدد، ورفع الحد الأدنى للعقوبة عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، ورفع الحد الأقصى لعقوبة السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات. ولو أدى إلى وفاتها أو وفاة المرأة فأيضا اعتبرها ظرف مشدد، ورفع العقوبة من 3 سنوات الحد الأدنى إلى 5 سنوات، والحد الأقصى من 7 سنوات إلى 10 سنوات. أما لو كانت العملية تمت برضا المرأة فهنا نجي أيضا المشرع اعتبرها أيضا جناية، ورفع الحد الأدنى للعقوبة من 5 سنوات إلى 7 سنوات، ولو كان أدى إلى وفاتها تصل إلى 15 سنة سجن. الخلاصة اللي أخلص إليها أن المشرع كان حريصا على توفير الحماية القانونية للأطباء وهم يقومون بمزاولة المهن الطبية، مهنة الطب، على اعتبار أنه هو يعتبر ممارس لحق، وبالتالي هو يعتبر أيضا سبب من أسباب التبرير. ومع ذلك إلا أنه ما على نطاق واسع، وإنما أيضا وضع له بعض الضوابط، بعض الأحكام التي يجب عليها أنه يلتزم بها سواء في قانون الأمراض المعدية أو في قانون الجزاء أو في قانون مزاولة المهن الطبية. هذه في عجالة
مداخلتي حوالين المسؤولية الجزائية للطبيب وفقا للقانون العماني. أعتذر عن السرعة وأيضا أعتذر عن الإطالة، ومرة ثانية أكرر شكري للمنظمين وأتمنى لكم التوفيق. شكرا أخوي إبراهيم. شكرا دكتور حسين على ورقتك. ننتقل الآن إلى الورقة الأخيرة وعنوانها مسؤوليات الشركات المنتجة للقاح فيروس كورونا، وهي للأستاذ عبدالله الخالدي. والأستاذ عبدالله حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة قطر، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم أولا بالشكر الجزيل للمنظمين في غرفة تجارة قطر وكلية القانون على استضافتنا في هذه الندوة، وصراحة أتشرف بوجودي ضمن دكاترة وأساتذة يعني منهم درسوني، فإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم في هذه الندوة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. شفنا من خلال الأخبار كثير من الشركات الأدوية حقيقة قاعدة تتسابق في تجربة يعني أدوية ولقاحات لمرض كورونا. يعني مثلا موقع الجزيرة تاريخ 17/3 نشر بأن المعهد القومي الأمريكي للأمراض المعدية قال أن المرحلة الأولى لاختبار اللقاح بدأت بسرعة قياسية. أيضا هناك تعاون في يعني في صرحت منظمة الصحة العالمية عن وجود تعاون ألماني فرنسي مع منظمة الصحة لتسريع تطوير عقارات واختبارات ولقاحات آمنة. وكالة رويترز بعد أيضا نشرت خبر عن قيام اليابان بتسريع وتيرة العمل في مراجعة عقار ريميدي سيفر المضاد للفيروسات. فكل هذه الأخبار حقيقة تجعلنا نتساءل حول عدد من الإشكاليات القانونية اللي ممكن تقع مستقبلا من طرح هذا اللقاح أو الدواء للعموم. كيف يتم؟ اولا عندنا مرحلتين، احنا قاعدين احنا يعني هذا البحث او هذه الورقه البحثيه تتكلم عن مرحلتين. المرحله الاولى التجارب الطبيه اللي يجريها منتجي لقاحات وعقاقير فيروس كورونا، هذا المحور الاول. والمحور الثاني بعد ما يتم طرح المنتج الى العموم، ما هي المسؤوليه لو فرضنا ان هذا المنتج يعني أوقع ضرر للمرضى؟ فإيش المسؤولية القانونية اللي ممكن نستند عليها في لمساءلة منتجي اللقاحات والأدوية؟ أولا بالنسبة لي في الفترة الأولى، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التجارب اللي قاعدين الآن يجروها، التجارب الطبية حقيقة من أهم الموضوعات القانونية اللي عكف على دراستها العديد من الباحثين القانونيين، وذلك لأهميتها في الموازنة ما بين شيئين: فائدة البشرية أجمع وحق الإنسان في حماية جسده ومن أي تعديات تنتهك حقه في سلامة جسده. وعرفت التجارب الطبية بأنها تلك الأعمال العلمية أو الفنية التي يقوم بإجراءها الطبيب الباحث على مريضه أو الشخص المتطوع بهدف تجريب أثر دواء معين أو نجاح عملية جراحية معينة لم تعرف نتائجها من قبل، للحصول على معلومات جديدة لخدمة الطب والبشرية. طيب هذا التعريف اللي وضعه بعض الفقهاء للتجارب الطبية، ولكن الآن التساؤلات اللي قاعدة تثار حول التجارب الطبية في مطلبين ممكن احنا نقسمهم أو نتكلم عنهم. أولا، ما هي مشروعية هذه التجارب اللي تجرى على البشر؟ المطلب الثاني، شروط إجراءها وفقا للقواعد اللي نظمتها بعض الدول. أولا بالنسبة للمشروعية، المشروعية اختلف الفقه والقضاء في مشروعية التجارب، وأيضا التشريعات العالمية اختلفت في مشروعية إجراء تجارب طبية. هناك اتجاه رفض هذه التجارب الطبية الغير علاجية اللي هي التجارب الطبية المحضة، يسمونها التجارب الطبية محضة. ف
فهذا الاتجاه يعني يرى أنه لا يجوز إجراء أي تجارب طبية لا تهدف إلى شفاء الناس أو تحسين حالتهم الصحية، حتى لو كانت تهدف إلى تقدم العلوم الطبية، أو مثلا كانت العلاجات يعني مثلا حتى لو يعني وجود رضا من الشخص، حتى في حالة وجود رضا من الشخص هنا في الحالة لا يعتد برضائه، لأن في النهاية سلام الجسم الإنسان من النظام العام ولا يجوز اتفاق على مخالفتها. وبالتالي هذا طبعا مجرد وقوع، يعني حتى لا يشترط وقوع ضرر من على المريض، هم يرون أن لا يشترط حتى وقوع ضرر على المريض، بس مجرد المساس بجسم الإنسان يعد خطأ، لأن فيه خروج للطبيب عن الغاية التي أبيحت له مهنة الطب. وبالتالي مجرد المساس بجسم الإنسان لإجراء تجارب غير علاجية هم يرون أنه والله يعني لا يعتد بها. وأذكر كلمة للدكتور محمد فائق الجوهري يقول فيها: لا يجوز للطبيب أن يجعل مريضه موضوعا لتجاربه واختباراته لمجرد الفضول العلمي ومحض الغرام بالفن، ولكي يستند على حساب مريضه في دراسته الخاصة وأبحاثه العلمية. طبعا هذا الاتجاه يتزعمه الفقه والقضاء في فرنسا، هم ضد إجراء التجارب الطبية المحضة على البشر. هناك اتجاه آخر مؤيد، هذا الاتجاه المؤيد للتجارب الطبية المحضة، فيعني يذهب هذا الاتجاه طبعا ويتزعم هذا الاتجاه الفقه الألماني حقيقة والتشريع الألماني أيضا. هم يرون أن أي تجارب تجرى على شخص قبل بها وبالمخاطر اللي قد يعني تتأتى منها تكون مباحة طالما هدفت إلى تحقيق غاية علمية، يعني أهم شيء أنها تهدف لخدمة البشرية. فطالما أن هذه الغاية تهدف إلى خدمة البشرية فإن هذا يعتبر مباح بالنسبة للاتجاه الآخر له المؤيد لهذه. هناك البعض يرى أن ممكن إمكانية إجراء هذه التجارب على الأشخاص المحكومين في الإعدام في جرائم خطيرة ارتكبوها بحق المجتمع، على أن يخفض طبعا بعد إجراء التجربة يخفض العقاب إلى درجة السجن المؤبد مع مراعاة عدم وجود خطورة على المجتمع، خطورة من العدوى. وهذا أسوة بذلك ولاية أوهايو الأمريكية، ولاية أوهايو تسمح بإجراء التجارب الطبية على أجسام الأشخاص المحكومين بالإعدام. التشريع الجزائري حقيقة تجدر الإشارة إلى أن التشريع الجزائري أجاز إجراء التجارب الطبية غير العلاجية، وممكن يعني نفهم من المادة 168 الصوت غير واضح إن شاء الله. فأولاً أستاذ إبراهيم صوتي واضح ولا لا؟ لأن شوف تعليقات أن الصوت مش واضح. أنا عندي الصوت واضح، ما في أي انقطاع. طيب نكمل إذن. أنا معياري أستاذ إبراهيم، أتهم أنه يسمعني خلاص إن شاء الله. أكيد الكل يسمعني. التشريع الجزائري وفق المادة 168 مكرر 3 ذكر على أنه أو نص على أنه تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المصرحية في المادة 168 مكرر 1 على. إذن هو أناط التجارب الطبية اللي المحضة، اشترط فقط الحصول على موافقة من المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية. التشريع القطري طبعا لا يوجد فيه أي تنظيم بالنسبة للتجارب الطبية، ونأمل الصراحة مستقبلا أن يتم تنظيمها ضمن قانون خاص ينظم المسؤولية الطبية، وتحتاج الصراحة إلى قدر أكبر من عناية تشريعية بحيث يتم تناولها في قانون خاص أسوة بتشريعات عديدة منها القانون الفرنسي القانون الإماراتي، نظموا المسؤولية الطبية في قانون خاص. طيب ايضا التشريع الالماني ممكن نتنبأ انه عنده افضليه حقيقه في اجراء تجارب الطبيه للقاح فيروس المستجد، بغض النظر عن الجرائم التي وقعت الجرائم النازيه سابقا في التجارب الطبيه، ولكن قد يكون لديهم يعني حقيقه لان تشريعاتهم تسمح حقيقه.
فيعني نجي للشروط. إذا عندنا ممكن قد تكون هناك أضرار مجهولة قد تتسبب فيها هذه الأدوية، لكن وضعت هذه الشروط الأساسات وضعت من محاكمات نورنبرغ الشهيرة في عام 1947، اللي طبعا بعد ما قام فيه النازيون من أعمال وحشية قضت على قيمة الإنسان، صادرت حياة، صادرت حريته، واعتبروه غرض للاختبار. بعض النازيين قاموا بإجراء تجارب على مدنيين وعسكريين من القوات المسلحة الحلفاء، تم احتجازهم في مخيمات بشكل مكثف ومحتزق ومزدحم، تم يعني ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب وأعمال وحشية غير إنسانية، منها التجارب إجبار أشخاص بوضعهم في خزان ماء مجمد لمدة 3 ساعات، حقن البعض منهم بأمراض الملاريا لبحث نظام المناعة لديهم، حقنا آخرين بالبكتيريا العقدية وغاز الغرغرينة والكزاز وغيرها، بالإضافة إلى إطلاق رصاصات سامة على البعض ما تسبب قتلهم على الفور، فقط لأنه بهدف تشريح جثثهم وإجراء مزيد من الأبحاث عليها. كثير من الباحثين يرى أن كل هذه التجارب لم تضف أي قيمة علمية لمؤثرة للطب، وظهر بعد محاكمتهم ما يسمى بكود نورنبرغ. والفقه والقضاء حقيقة وضعوا الشروط في كود نورنبرغ وإعلان هلنسكي في عام 1964. هذه الأشياء هي اللي وضعت الشروط الأساسية أو أهم الشروط اللي أنا وضعتها في الورقة، وهي أولاً أن يكون في إجراء التجارب الطبية نتائج مثمرة ومنفعة علمية لصالح البشرية كلها، حصول الطبيب المشرف على التجربة على رضا المريض الحر المستنير، ولازم يكون مكتوب للمريض أو أقاربه حرية العدول في أي وقت أو إيقاف التجربة بعد البدء فيها. لازم أيضا تجرى تجربة طبية على الحيوانات أولا، ثم على الإنسان على عينة صغيرة حتى يتم مراقبتها والتأكد من المخاطر، ومن ثم يطرح للأسواق. فتأخذ وقت عملية، يتبين من هذه الشروط كلها أن عملية يعني تجربة العقار تأخذ وقت طويل. أيضا يجب أن يكون الطبيب القائم على التجربة مؤهل، يملك أعلى درجة من المهارات والعناية في كل مراحل التجربة. أيضا يجب على القائمين على هذه التجربة إنهاءها في أي مرحلة إذا كان يعتقد أن وفقا لمهاراته أن الاستمرار فيها قد يؤدي غالبا إلى إصابة أو إعاقة أو وفاة موضوع التجربة. في الولايات المتحدة طبعا شأنها شأن ألمانيا أباحت التجارب الطبية بشرط الحصول على موافقة الـ FDA وكالة الغذاء والدواء، لكن بعض القضاء في بعض الولايات تشدد حقيقة. في عام 2000 في محامي في فلوريدا تمكن من الحصول على تسوية من جامعة ساوث فلوريدا ومستشفى تامبا بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار في دعوة رفعها بسبب لهم تجربة دواء ذو مخاطر عالية على جنين امرأة، وما أخبروا هذه الامرأة بأن هذا الدواء كان تجريبي. فعلى الرغم من أنه لم يثبت وقوع أي ضرر، بل بالعكس ما من أثبت الدراسة أن الدواء كان مفيد لرئة الطفل، تمكنت من الحصول على هذه التسوية العالية. إذن يتضح لنا ما سبق أن إجراء التجارب الطبية على البشر منوط بشروط وقواعد عديدة، وحقيقة هذا كل الأخبار اللي قاعدين نسمعها في تسريع وتيرة العمل على اللقاحات والأدوية تثير تساؤل، هل يعني تمت بشكل كفاية عملية التجربة ولا لا؟ فبالتالي هذا يجعلنا أيضا ننظر إلى المسؤولية المترتبة على هذه الشركة، وهذا طبعا الجزء الثاني من موضوعنا لأن الوقت ضيق فبحاول أنا أستعجل أكثر. طبعا مثل ما قلنا أن عملية المنتجات، المسؤولية عن المنتجات الطبية تعد من أصعب الأشياء اللي بحث فيها القانون، لأنه يمر الدواء يمر المنتج يمر بعدة مراحل قبل أن يتم عرضه. أول شيء طبعا ممكن يكون في خلل من الصنع منكم المصنع، أو يكون يفسد بسبب نقله، بسبب عدم تخزينه عند لدى الناقل، أو أيضا يفسد بسبب عدم تخزينه بالطريقة المثلى من الصيدلي أو المستشفى. ففي قطر ما يوجد تنظيم لإجراء تجارب للأدوية، لم يسبق تجربها، لكن القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها في المادة 9 نص على لا يترتب على تسجيل الأدوية إعفاء الشركات المنتجة لها من المسؤولية طبقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن. إذن ما يعفى من المسؤولية طبقا للقواعد العامة، هذا وفقا لنص المادة 9 من القانون 1 لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها.
ما هو الاساس القانوني ل يعني يعني احنا كم بقى لي انا دقيقه ما هو الاساس القانوني اللي انا ممكن ارجع له في يعني لي انا اقدر اسال الشركه المنتجه اذا سمع او في البعض يستند على ضمان العيب الخفي وضمان العيب الخفي يعني عشان انا اختصر وجدوا الفقهاء ان اولا غير كافي وهذا اللي يقوم على المسؤوليه العقديه وان لا يوجد عقد بين المستهلك ولا يوجد عقد بين المستهلك وصانع المنتج وبالتالي يكون من الصعب تطبيق يعني ضمان العيب الخفي في هذه الحقيقه وحتى تطبيقه ايضا يوجد مشاكل لانه يعتبر يعني فيها مش فعال لانه ما عنده الا ثلاث خيارات اما انه يرجع المنتج وياخذ تعويض وهذه يعني ما نقدر يعني احنا نساوي ما بين الضرر الجسدي وضرر المنتج او لا في عقد المبيع نفسه. الفرع الثاني او او او, أو النقطه الثانيه نتكلم عنها البعض يرى ان هي المسؤوليه التقصيريه. المسؤوليه التقصيريه هي السبيل لمساءله منتجي الشركات هذه لان الصيدلي يعني والبعض يرى ان الصيدلي قادر من ناحيه العمليه على التاكد من سلامه وصحه الادويه وبالتالي هو يعتبر مسؤول ويستطيع ان يرجع على الصانع بدعوى المسؤوليه لاحقا. كل هذه الامور حقيقه بحثت انا في الورقه البحثيه اللي عندي بالتفصيل ولكن بسبب ان شاء الله طلعوا. فكل هذه يعني البعض يرى ان هذا التزام بالسلامه الجسديه انا انتهيت الى هنا هذا يعتبر التزام بالسلامه الجسديه والالتزام بالسلامه الجسديه لا يمكن حصره في مسؤوليه العقديه ممكن ان وفقا للمسؤوليه التقصيريه ان احنا نستند اليه في صانع لان هذا يعني البعض يعني يلصقه بالمسؤوليه العقديه والبعض الاخر يلصقه بالمسؤوليه التقصيريه لانه من النظام العام وانا شخصيا يعني ارى بانه يعني هو متصل بالقواعد الاخلاقيه اللي في اللي تقتضيها المهنه وحقيقه انا مع جانب من الفقه اللي منهم الاستاذ الدكتور جابر محجوب اللي يرى بأن هذا يعني يعتبر يعني سنده القانوني هو أخلاقيات المهنة نفسها ويعني وينادي دائما أو هذا الاتجاه دائما ينادي بضرورة إخراج المسؤولية الطبية من التقسيم التقليدي اللي هو التقسيم المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية ونلاحظ دائما أحكام قضائية ما تذكر إن هي مسؤولية تقصيرية أو عقدية ولكن تقول دائما بأنها مسؤولية مهنية. في طبعا بالنسبة لي آخر نقطة أستاذ إبراهيم المسؤولية عن ضرر الحاصل بسبب اللقاح يختلف اللقاح طبعا عن الدواء لأن اللقاح يفترض فيه يعطى لأشخاص أصحاء مثل اللي هو التطعيم. مجلس الدولة الفرنسي طبق مبدأ التعويض عن طريق افتراض الخطأ في سنة 1958 و62 في سنة 64 تم تطبيق المسؤولية الدولة عن الأضرار التي تنجم بسبب التطعيم الإجباري بقوة القانون فقط المضرور ما ليس عليه إلا أن يثبت واقعة الضرر وحقيقة يعني مجلس القانون الإداري دائما جماعة يعني أكثر جراءة حقيقة من القضاء العادي في هذه النقطة فحتى يعني لا يوجد داعي حتى لإثبات علاقة سببية لأنها يفترض وجودها وذلك بمقتضى القانون 1 يوليو 1964. هذه بالنسبة طبعا لاحقا امتد نطاق التعويض ليشمل التطعيمات الإجبارية في كل المراكز الصحية والمستوصفات الخاصة وهذا يعني آخر نقطة ومختصر كلامي وشكرا جزيلا لكم وعلى هذه الفرصة. شكرا أستاذ عبد الله. شكرا أستاذ عبد الله الخالدي على هذه الورقة وردتنا مجموعة من الأسئلة من الحضور للمتحدثين. السؤال الأول للدكتورة سونيا. إن المؤسسات الطبية أو الجهات لا تفصح عن المريض حيث يرى بعض أن مسألة الإفصاح واجبة من أجل أخذ الاحتياطات الفردية المفصح عنها عن مرضه. هل عدم الإفصاح عن اسم المريض
أو عن محل إقامته من المؤسسات الصحية مسألة اختيارية لها؟ اللي واجب الإفصاح هو ليس اختياري في الأمراض المعدية، هو إجباري في الأمراض المعدية، وأوجبه مرسوم القانون لسنة 1990. إذن فإلزامي على الجهات الصحية أن تعلم أيضاً جهات صحية أخرى في وزارة الصحة العامة بنوع المرض المعدي وبهوية النصب. لكن هناك شق آخر، واجب إعلام المصاب نفسه، هذا مهم جداً أيضاً، واجب إعلام المصاب نفسه. لماذا؟ حتى يأخذ الاحتياطات الضرورية في الأمراض المعدية وفي غيرها من الأمراض المعدية، حتى يكون رضاؤه بالتدخل العلاجي عن بينة وتبصر. إذن فالمريض هو واجب كرسه القضاء القطري ويعمل به، وهو ينتمي إلى الأخلاقيات الطبية. شكرا للدكتورة سونيا. في مجموعة من الأسئلة موجهينها للدكتور إياد. السؤال الأول للدكتور إياد، ما هو المعيار الذي اتخذه المشرع لتغليظ العقوبة الخاصة بنشر الأمراض المعدية؟ هذا السؤال الأول، أعطيك إياهم كلهم ولا سؤال لا بسؤال؟ لا لا، أوفر عليك، أنا أخذتهم من الشات، أوفر عليك أستاذ إبراهيم، أخذتهم وجهزت الإجابات وإن شاء الله سنجيب عليها تباعاً. أما بالنسبة للسؤال الأول، الصوت واضح؟ الصوت واضح أستاذ إبراهيم؟ نعم واضح. تمام. أما بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بالمعيار، فإذا كان السائل الكريم يقصد معيار المشرع وهو يقوم بالتشريع ويغلظ العقوبة، هذا أمر، وهناك النصوص القانونية القائمة التي تغلظ العقوبة. فمثلاً النصوص القانونية القائمة تغلظ العقوبة على سبيل المثال في الجرائم العمدية، النشر العمدي نكون 15 سنة، وإذا ترتب عليه وفاة إنسان تصير إعدام. لكن إذا كان ويبدو أن السائل الكريم يقصد ما هي السياسة الجنائية للمشرع وهو يقوم بتغليظ العقاب كما فعل بتعديل المرسوم سنة 90، كانت العقوبة مخالفة القانون الوقاية من الأمراض المعدية لا تتجاوز أشهر، انتقلنا إلى سنوات. الحقيقة أخي الفاضل، هذا الأمر يتعلق بالقواعد التشريع، ونحن هناك لدينا قاعدة كبيرة جدا حتى يلتزم بها المشرع. يعني المشرع صحيح هو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، ولكن هناك قاعدة كبيرة تقول ضرورة التجريم وتناسب العقاب، ضرورة التجريم وتناسب العقاب. تعلم أن المجتمعات تتطور، في يوم من الأيام كانت هذه العقوبة مناسبة، لكن في 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 زمن آخر العقوبة غير مناسبة. فعادة المشرع يضع معايير معينة عندما يقوم بتغليظ أو إصدار قوانين تشدد العقاب. على سبيل المثال الآن، مثلاً على سبيل المثال اعتبار هذه الجريمة من جرائم الخطر، هذا تشديد، لأن الأصل أنه تكون الجريمة بها سلوك ونتيجة وعلاقة سببية. هذا أيضا اتبع المشرع نهجا في التجديد فيما يتعلق بالأضرار وأهمية المصلحة التي أراد المشرع حمايتها. فإذا كانت هذه المصلحة عامة وخطيرة يشوف أنه يتشدد. فيعني على سبيل المثال العقوبة التي يفرضها على جريمة القتل ليست كالعقوبة التي يفرضها المشرع ويقرر قانون بالمرور مخالفة مثلا بصف سيارة في مكان. فإذا هي مجموعة اعتبارات. كذلك أود أن ألفت السائل الكريم إلى أن المشرع القطري وضع في أحيانا في بعض الجرائم معيار للتجديد. يعني على سبيل المثال في جرائم، في المادة 313 في جرائم الواقع على الأشخاص، يقول أنه إذا ترتب على هذه الجرائم الخطأ، جرائم الخطأ أنه توفى أكثر من شخص، أو كان الشخص قد أخل إخلالا جسيما بواجبات المهنة، مثل طبيب كان مخمور وعمل عملية جراحية، أو مثلا لم يقوم بمراعاة الأصول المهنة، هذه حقيقة تغلظ العقوبة.
تغلظ العقوبة. هذا بالنسبة لتغليظ العقاب والمعيار الذي يتبعه المشرع في تغليظ العقوبة. عادة نشوف أنه بعض الجرائم الخطيرة مثل جرائم أمن الدولة، الجرائم ذات الخطر العام، دائما المشرع ما يرحم فيها. ليش؟ لأنه أضرارها ستكون كبيرة جدا، وبالتالي يحذر من الاقتراب من هذه المصلحة التي أراد المشرع. بالمناسبة المصلحة التي أراد المشرع حمايتها في كل هذه الندوة ما هي؟ هي الصحة العامة. اختصار شديد هي الصحة العامة، وبالتالي القرارات التي تصدر وكذا كل الغاية من عندها هو الحفاظ على الصحة العامة. بالنسبة للسؤال الثاني، هناك يقول هل الشخص الذي يقوم بفعل يعني يسبب فعل المرض، يبدو أن السائل يتكلم عن التسبب بالوفاء، يعني شخص مصاب بالمرض ويتسبب بالوفاء فيقول هل يعاقب بالسجن أو الدية؟ أود يبدو أن خلفية السائل هي خلفية شرعية. المسألة التسبب بالوفاء هذه موجودة في الفقه الجنائي الإسلامي، إحنا عندنا إما بالمباشرة أو بالتسبب. يعني الإنسان في الفقه الإسلامي الجنائي الإسلامي الشريعة الإسلامية بالفقه الجنائي، الشخص الذي يطعن شخص يذبحه هذا مباشر، لكن الشخص الذي يعني يحفر له حفرة في الطريق أو يضع له كذا هذا يسموه تسبب. إحنا في القانون الجنائي الأمر مختلف قليلا فيما يتعلق بهذا الأمر. أي شخص يرتكب فعل مجرم يسأل مساءلة جنائية تحت درجتين، إما بصورة العمد، وهذه حقيقة أقصى درجات المساءلة الجنائية، فإذا تسبب بالوفاة عمدا هذا يكون مثل ما ذكرت مثلا في مرض النشر يحاسب ب15 سنة، وإذا توفى الإنسان يحاسب بالإعدام. وممكن أن يسأل الإنسان جنائيا بصورة الخطأ. الخطأ ذكر المشرع القطري إنه إما الإهمال أو عدم مراعاة القوانين أو غير ذلك من الصور اللي حددها في المادة 2. أما إذا لم ينسب إلى الشخص لا الخطأ ولا العمد لا يسأل جنائيا. السؤال الثالث حقيقة الذي أثار أحد السادة الأفاضل، لو أحد يعني أعتقد استخدم عبارة أنه هدد أو أراد أن يقوم بفعل لنشر مرض أو وباء واتضح أنه بعد الفحص أنه غير مصاب، هل يسأل جنائيا؟ هل يسأل جنائيا في هذه الحالة؟ كلا يا أخي لا يسأل جنائيا. لماذا؟ إذا تتكلم عن نشر المرض أو جريمة نشر المرض، المشرع استخدم عبارة دقيقة، قال فعل من شأنه نشر المرض، وهو هنا ليس لديه أي شيء ينشر المرض، وهذا ما يسمى بالفقه الجنائي بالجريمة المستحيلة، ولا مسؤولية جنائية عليها في هذه الحالة. أرجو أن أكون قد أجبت على هذه الأسئلة، إذا كان هناك أسئلة أخرى فأنا سعيد جدا بالإجابة عليها. شكرا دكتور إياد. سؤال موجه للدكتور حسين، هل موافقة الشخص الذي جرب عليه دواء معين تعفي الطبيب من المسؤولية إذا ما توفى جراء هذه التجربة؟ وهل يمكن اعتبار البعض وهو تجربة دواء لعلاج وباء كورونا ظرف يخفف على هذا الطبيب عقوبته؟ أردد على هذا التساؤل. وفقا لما نصت عليه المادة 28 من قانون المزاولة، تنظيم مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة، هنا في حاجتين. أولا موافقة الطبيب، قصدي موافقة الشخص المريض اللي بيتم إجراء التجارب عليه، الشرط الأول. الشرط الثاني أن هذه التجارب تتم وفقا للضوابط والأحكام اللي تصدرها وزارة الصحة، فمتى ما قام الطبيب بإجراء هذه التجارب وكان عنده الموافقة ووفقا للضوابط والأحكام اللي نصت عليه اللي صدرت من الوزارة، ففي هذه الحالة وقع في الخطأ، فمعناته أنه هو بدل العناية، لأن الطبيب في النهاية هو ليس مطالب بتحقيق نتيجة وإنما هو بذل عناية، فمتى ما هو بذل العناية هذا وراعى القواعد والضوابط والأحكام ففي هذه الحالة لا يسأل لو توفى المريض.
لكن لو كان ثبت انه هو إن الوفاة نتيجة انه هو ما راعى الضوابط والاحكام المنظمة لمثل هذه مثل هذه الاشياء او هذه التجارب، في هذه الحالة نعم يسأل، يعني لان قلنا ان القاعدة العامة اللي نص عليها المشرع في القانون ان الطبيب يسأل عن الاخطاء الطبية اللي يقوم ارتكابها. ولكن كاستثناء القانون ايضا استثنى بعض الحالات، قيام الطبيب بالحصول على الموافقه الكتابيه وايضا قيام الدكتور باتباع التعليمات والضوابط والاحكام الصادره من الوزاره المعنيه بالامر، معناته انه قام بمراعاه اصول المهنه، وبالتالي ما نتج عنه هو خارج عن ارادته. اما بالنسبه الى الباعث فالباعث ما له دور في مساله التخفيف من عدمه. ايضا اخوي ابراهيم هناك انا شفت في سؤال ثاني موجه اذا سمحت لي ان اجاوب عليه بالمره، اللي هو موضوع المهن الطبيه الشعبيه، هل يوجد لها تنظيم؟ المهن الطبيه عندنا في السلطنه هي ما تخضع لهذا القانون، هذا القانون هو خاص بالمهن الطبيه الحديثه. المهن الطبيه التقليديه عندنا في دائره اخرى هي تنظم نوعين من او يعرف بالطب البديل، نوعين، في الطب التقليدي اللي هو الاخ السائل ذكر مثال الكي والمعالجه ببعض الاعشاب الطبيه، وفي عندنا الطب الصيني اللي هو عن طريق الابر الصينيه، فهذه فيه لها تنظيم اخر غير عن هذا القانون. هذا الاسئله اللي طلعت عليها من خلال وسيله الشات. شكرا اخوي ابراهيم. شكرا للدكتور حسين. السؤال الاخير موجه للاستاذ عبد الله الخالدي. السؤال هو ان مرض فيروس كورونا قد اعطى حصيله ليست قليله من الوفيات حول العالم، فيشير ذلك لخروج العالم عن المألوف، الا يمكن ان يتنازل المشرع عن بعض المبادئ وتعطيل بعض القوانين مثل هذه التجارب السريرية على الأشخاص؟ يعطيك العافية، صراحة سؤال جيد وسؤال مهم حقيقة. صحيح، وهذا طبعا الإجراءات الاستثنائية اللي احنا نشوفها هو السبب اللي خلانا احنا نصدر تشريعات قد تكون في بعض البعض منها عقابية، في بعض منها هذا كله في النهاية الهدف حماية المجتمع. ولكن أيضا ألا نتساءل ماذا إذا كان هذا اللقاح فيه أضرار جانبية مثلا قد تسبب موت الأشخاص؟ هدف هذه الورقة أن هل إحنا بحاجة إلى يعني الاستفادة أو تجريب هذا الدواء اللقاح قبل، أو أن التسرع هذا قد يؤدي إلى مشاكل يعني خطيرة في المستقبل؟ فالقانون هنا يجي يوازن ما بين حق أيضا المجتمع، حق المجتمع في ان في يتم خدمته في بانتاج لقاح او دواء، يا اما يحارب هذا المرض او لقاح يحصن ضد هذا المرض، وايضا يوازن بين حق السلامه الجسديه للشعوب للناس، لان في النهايه اذا تم طرح منتج وما تم تجريبه بشكل كافي وما تم بحثه ودراسته بشكل كافي قد يؤدي الى مصايب، خاصة إذا احنا ما تحققنا من الأضرار الجانبية اللي ممكن تنشأ وممكن احنا لاحقا نكتشفها. يعني في بعض الأضرار الجانبية ما نكتشفها إلا بعد سنين في هذا الموضوع. وأيضا ما ننكر حقيقة أن التجارب الطبية والعلمية هي سبب تقدم علم الطب، ولولا هذه التجارب حقيقة قد لا يصل الطب إلى ما عليه، ولكن يعني دراستها من قبل الفقهاء وغيرها قد يعني هي يعني البعض يتجه الى ان ما نقدر ان احنا هي تجارب محضه او غير علاجيه، فلازم نحمي سلامه الافراد من يعني مما يؤدي اليه التجارب هذه، وقد حتى تؤدي الى مشاكل كبيره، منها يعني اللي هي هيومن ترافيكينج اللي هي تجار البشر، منها تؤدي الى مشاكل. فكل هذه الأرامل صبة إلى أنها تحمي سلامة جسم الإنسان من أن يتم
التعرض له حتى ولو بموافقته، مثل ما نشوف في أمريكا وفي بريطانيا وغيرهم من أنهم يعني يلجؤون للتطوع ويتطوعون حتى يجربوا بنفسهم هذا الدواء. أما إذا كان والله خلاص وصل المريض إلى مرحلة يعني مرحلة خطيرة جدا وما في مجال إلا إحنا نجرب هذا التجربة عليه، هذا أو هذا الحل الوحيد بالنسبة له، هذا في الفقه القانوني أجمع بأن هذا يعني جائز ومباح في النهاية، لأن هو مريض في النهاية والغاية من هذا العلاج التجريبي هي علاجية. في سؤال يمكن ما ضمنتوه من ضمن الأسئلة وهو مهم جدا، عن فكرة العلاقة السببية. والله دكتور يمكن ما انتبهنا لأن في مجموعة من الأسئلة قاعد تجينا. أنا لأن أتابع أول بأول أتابع بأول، لا تسمح لي أجاوب دقيقة واحدة على هذا السؤال إذا تسمح لي. طبعا أشكر السائل الكريم على هذا السؤال المهم جدا. طرح السائل يقول فكرة العلاقة السببية في الأوبئة قائمة، يقول يا دكتور هل هي مفترضة أو ممكن يطرأ عامل شاذ قد يقطع هذه العلاقة السببية، وهل تعتقد في رأيك أن أي من النظريتين هي مناسبة للتجريم في الأوبئة؟ هل هي تعادل الأسباب أم السببية الملائمة؟ أخي الفاضل، علينا أن نميز نوعين من الجرائم في نشر الأوبئة والأمراض. إذا كنا نتحدث عن نشر الوباء أو المرض بصورة عمدية فهذا السؤال غير متصور وغير مطروح، لأننا قدمنا وقلنا أن جرائم نشر الوباء عمدا هي من جرائم الخطر التي لا تحتاج إلى نتيجة. إحنا فقط في جرائم الضرر لما يكون هناك سلوك ونتيجة نبحث العلاقة السببية. ليش؟ لأنه حتى يكون أنه هذا السلوك هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. أما في جرائم الخطر فهي النتيجة مفترضة، كل من يقترب من هذه المصلحة التي أراد المشرع حمايته يكون قد وقع وقامت الجريمة. لكن ماذا عن جرائم نشر الوباء بخطأ؟ نعم، انظر ماذا قال المشرع عندما عالج جريمة نشر الوباء بطريق الخطأ. لم يتبع نفس النهج في جرائم العمد، ما قال كل من ارتكب فعلا من شأنه، لا، كان واضحا قال كل من تسبب بخطئه في نشر مرض. هنا في هذه الحالة تعتبر جريمة ضرر وليست جريمة خطأ. في هذه الحالة نبحث في يعني في مسألة الجرائم الخطأ نبحث العلاقة السببية. كيف نبحثها؟ يجب أولاً أن تنسب خطأ إلى الجاني. ما هو الخطأ الذي ارتكبه؟ يجب أن تنسبه، إما تقول له والله أنت خالفت كذا، أنت سويت كذا، يجب أن تنسبه. الأمر الثاني، يجب أن تثبت أن هناك نشر للوباء حصل بسبب هذا الخطأ، وهنا تبرز العلاقة السببية. حتى يسأل الشخص عن جريمة خطأ في نشر الوباء يجب أن نثبت أن الخطأ الذي ارتكبه حامل الوباء هو الذي أدى إلى نشر هذا الوباء. السؤال الأخير الذي تفضلت فيه، هل هي أي من النظريات، هل هي السببية تعادل الأسباب أم السببية الملائمة؟ هذا حقيقة أمر تنتهج التشريعات. إحنا نعرف أن القانون القطري والكثير من التشريعات الجنائية في العالم هجرت نظرية السبب الأقوى أو سبب التعادل الأسباب في العلاقة السببية، والآن معظم التشريعات تنتهج مبدأ أو نظرية السببية الملائمة. ونظرية السببية الملائمة وأنت ذكرتها الآن من خلال سؤالك، هو تقوم على أنه الشخص يسأل عن فعله وعن كل فعل آخر أجنبي ساهم مع فعله في إحداث النتيجة الجرمية طالما كان هذا الفعل مألوف وفقا للسير العادل للأمور. وبالتالي إذا كان الفعل الذي ساهم مع فعل الجاني فعل شاذ غير مألوف، عند ذلك تنقطع العلاقة السببية. أخلص إلى القول أنه لا تثار مسألة العلاقة السببية إلا في جرائم الضرر، أما في جرائم الخطر فلا تثار العلاقة السببية. وأشكر حسن استماعكم. شكرا الدكتور إياد. والله في مجموعة من الأسئلة بس نظرا لضيق الوقت في سؤال أخير لجميع المتحدثين، إذا كانت المؤسسة الطبية مؤسسة طبية بحثية
هل يجوز لها عمل تجارب على بعض العلاجات وكذلك تدريب الكادر الطبي؟ سواء كانت طبية أو بحثية سينطبق عليها ما ينطبق على الجميع، على جميع المختبرات، طالما أن الشخص الفرد البشر وهو محور التجربة فلا بد من أن تخضع ضوابط وإلى اشتراطات في حفظ الجسم البشري وضرورة الحصول على الموافقة وضرورة أيضا الاعتراف بحق الشخص الذي يقع التجربة عليه بحقه في سحب موافقته في أي وقت. هذه يعني اشتراطات عامة في مجمل القوانين التي نظمت التجارب على الجسم البشري. وشكرا. شكرا دكتورة. أستاذ عبد الله عندك مداخلة شيء؟ طبعا مثل ما قلنا يعني بالنسبة لجواز التجربة طبعا في القانون القطري ما نظم مسألة جواز التجربة من عدمه، ولكن لما نرجع لكثير من الدول، في بعض الدول يعني تجرم تجارب الطبية المحضة، وفي بعض الدول ما تجرمها. في فرنسا مثلا احنا مثل قلنا انها تجرم التجارب الطبية غير العلاجية اللي ما تهدف الى علاج المريض ولكن لغاية علمية، ولكن مثل ما ايضا قالت الأستاذة الدكتورة سونيا الى ان هناك وجود ضوابط، الضوابط هذه وضعت اساسها في قواعد هنسكي وقواعد نورنبرغ في محاكمة نورنبرغ، كل هذه وضعت الاساسات والشروط اللي يعني يجب ان يمر من خلالها او تمر من خلالها التجربة الطبية، وبدون يعني مراعاة هذه الشروط والضوابط قد تثار مسؤولية الجهة اللي تعمل هذه التجربة الطبية في جميع دول العالم. بس سريع جدا او موجهين السؤال حقيقة، ما مدى مسؤولية المصاب باخفاء الإصابة بمرض معدي في القانون القطري؟ ارجو الانتباه الى هذا السؤال، وهذا السؤال في غاية الأهمية حقيقة. لك دقيقة. نعم ان شاء الله ما تجاوز. هاي حقيقة الأسئلة هي التي تثري النقاش بصراحة، هي التي تثري النقاش الأسئلة الحقيقة. هنا واجب في المادة 21 من ضمن العقوبات انه اللي شخص اللي ما يقوم ب سواء كان هو مصاب او اذا ما بلغ عن اصابته سيتعرض الى المساءله القانونيه وفق الماده 21 اللي هي الحد 3 سنوات و200 الف. لكن ننتبه الماده 21 قالت ما لم تكن هناك عقوبه اشد، وهنا اذا كان اخفاءه وهو عالم بذلك، اخفاءه ما كان قاصد قتل إنسان، ولكن أخفى هذا المرض وتسبب بوفاة إنسان، هنا سيحال إلى المادة 253 ويعرض وتغلظ العقوبة على اعتبار أنه قد ارتكب خطأ بمخالفة أحد القوانين هو قانون الوقاية، وتطبق عليه أحكام المادة 253. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. ختاما أحب أن أتقدم بخالص الشكر الحضور على مشاركتهم وطرح أسئلتهم، وأشكر السادة المتحدثين على الأوراق العمل التي قدموها التي لا شك ساهمت في إثراء معرفتنا القانونية، وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، بارك الله فيكم ونلتقيكم على خير إن شاء الله. إكرام على حضورهم، وشكرا للقائمين على هذه الندوة، بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تعدي هذه الأزمة على خير. شكرا لكم أعزائي، حياكم الله، بارك الله.